يعني صراحة هي عملية مترابطة ومهمة، يعني زي ما حكيتي إذا إحنا حضرنا قبل بأسبوع بيكون عنا أفكار أكتر وممكن نبدع أكتر، أما إذا تركناها لآخر وقت إنه يلا إجدي أعمل اللي موجود في بالضبط. البيت. أيضا لما نختار يمكن القائمة بيصير عنا أوضح، لما بنروح نشتري نتسوق خلينا نحكي أسبوعيا أو شهريا شو الأشياء اللي بنحتاجها وما نجيب أشياء ما بنحتاجها، والكمية كمان بتكون بالضبط. محددة أكتر. اولها دانا يمكن نحس انه تكركبنا احنا شوي هيك، بس لما نتعود عليها تعويض صح. بتصير خلاص بتحس انك انت حتى بدون القائمه مش عارفه شو تعملي. بعدين كمان بصير في تنويع اكثر، لانه صح. طول ما انت بس الصبح شو بدي اطبخ رح تنسي ورح ما يخطر ببالك. بالضبط. وما يخطر ببالك الطبخات الجديده، رح تضل الطبخات نفسها عم تتكرر. بس لما بتحطيهم على ورقه وقلم قدامك ولو مده اسبوع بتصيري فعلا تفكري اكثر ايش بدي اجيب اكلات جديده وايش مزبوط. بدي انوع اكثر. طب كيف بدنا نختار الأغذية؟ يعني هلا خلينا نحكي بدنا نبدا من السبت نعمل لأسبوع كامل، كيف المفروض نقسم؟ هلا هون لما بيبدا نحن نقسم او نعمل المنيو تبعتنا بنبدا نتذكر كل النصائح اللي حكيناها بالتغذيه. يعني حكينا كثير قد ايه بدنا ننتبه، مثلا نبدا ندخل اشياء فيها الياف كثير، فهون ببدا اتذكر النصائح الصحيه وابدا اطبقها بالمنيو. اول شيء بدنا نتذكر ندخل الياف اكثر، يعني نحاول ندخل مثلا خبز اسمر، نحاول ندخل بطاطا مثلا بالقشره تبعتها مشويه، مرات نبدا نحاول ندخل فريكه اكثر، برغل، الاشياء اللي فيها الياف. ونحاول مرات كمان نبدا نستعمل الباستا او المعكرونه البنيه. اليوم رح اعمل طبق كمان اللي هو الباستا باللبن البارد، رح استعمل فيها معكرونه القمح، فهي وحده برضه من الاطباق اللي نحاول نبدا ندخل فيها اول شيء الالياف. فهون دخلنا اول شيء الالياف. الشيء الثاني نبدا نفكر كيف ندخل سايد ديش. يعني دائما برمضان نحن بيكون عندنا غير السلطه بيكون عندنا مقبلات وبيكون عندنا الطبق الرئيسي. هلا ببدا احاول ادخل شيء بالسايد ديش اللي هو الشيء الجديد، يعني مثلا انواع خضره انا مش متعوده استعملها زي البطاطا الحلوه. يعني البطاطا الحلوه كثير مفيده، كثير قليل مرات احنا بنستعملها، بنبدا هون ندخلها باطباق جديده، بنتذكر قد ايه هي مفيده، قد ايه فيها فيتامين اي او البيتا كاروتين، قد ايه فيها انتي اوكسيدنت، قد ايه حتى فيها الياف، وما فيها كثير سعرات حراريه زي ما قلنا. الناس فكروا بطاطا حلوه انه رح تكون فيها سعرات حراريه، هي رح تكون تقريبا زي البطاطا العاديه وفيها الياف اكثر. فهون بنبدا ندخل اطباق جديده، بنبدا ندخل مثلا الارديشوكي، نتذكر انواع الخضره اللي احنا مش كثير عم نستعملها ونبدا نقدمها بأطباق مشوية أو أطباق جانبية كمان. فدخلنا الخضار، دخلنا الألياف. هلأ بنتذكر كتير كمان حكينا عن أنواع الخضار تكون ملونة، هون بنبدأ ننوع أكتر بالسلطة تبعتنا. فضروري كمان لما كل يوم بدي أختار نوع سلطة أحاول أنوع بنوع السلطة وما تكون كلها نفس الشيء. تذكري إنه لما بنحطها قدامنا رح نبدأ فعلا نشوف إنه إذا اليوم عملت فتوش بكره بعمل جرجير، إذا صح. عملت بكره جرجير بحاول بعد بكره مثلا أعمل سلطة بس لونها أحمر، ساعتها بستعمل مثلا البندورة الحمراء، بستعمل الفلفل الأحمر، بستعمل البصل كمان لأنكهها، هاي كمان كتير ضرورية. مزبوط. فهون نوعنا أكتر كمان بأنواع الخضار اللي استعملناها بالسلطة، وبنتذكر إنه كل ما نوعنا بالخضار معناته إحنا دخلنا فيتامينات أكتر، دخلنا أنواع أكتر وقللنا الزهق كمان من السلطة، فهيك بتصير العيلة أكتر عم تتشجع تاكل صح. السلطة. هلا اشي تاني كمان الدريسنج، وهون اشي كتير مهم انه نحن نتذكره انه احنا دايما متعودين على الاكتر انه نستعمل الزيت بس او الخل او المايونيز للدريسنج. هون بنبدا كمان حتى لو احنا استعملنا نفس نوع السلطه ندخل انواع دريسنج جديده، ندخل الماسترد او الخل بالماسترد بالماسترد ايش بنسميه الخردل سوري بانواع السلطات تبعتنا، نحاول ندخل البلسمك او الخل اللي لونه اسود، ندخل الخل اكثر كمان شوي حتى لو استعملنا الصوصز اللي فيها مايونيز بس تكون نخلطها وتكون كميتها اقل. لو يوم استعملت هون ببدا أرتب كمان نفس اليوم نفسه، هلأ بنحكي أكتر بالتفصيل. فأول شيء منرتب للأسبوع كامل أنواع السلطات، منرتب الألياف أكتر. الخضار مثلاً من أسبوع صح؟ لا ممكن ليومين ثلاثة مثلاً، يعني أول ثلاثة أيام. هلأ إلا ما ترجعي تحتاجي زيارة ثانية للسوبر ماركت، بس بدل ما كل يوم أروح عم بتصير مرتين بالأسبوع، ماكسيمم ثلاثة بالأسبوع. وكل وعم شور إنه كل الستات بتفقوا معي بهذا الموضوع، كل زيارة للسوبر ماركت إلا ما تجيبي أشياء جديدة وزيادة أكتر من ما أنت بتحتاجيها.
فهون قلنا وزعنا اول شيء السلطات، وزعنا دخلنا الالياف، دخلنا الخضار، هلا بنبدا كمان ننوع بطريقه الطبخ. انه اليوم مثلا بدي اعمل مشوي، اليوم اذا قليت طبق الطبق الثاني ما بقلي، فهون بلشنا اكثر نطبق فعلا النصائح اللي احنا عم نعملها. الشيء الثالث والاكثر بركز عليه لما نوزع لكل الاسبوع، وحتى مش بس برمضان، بعد رمضان كيف نوزع اللحوم والمنتجات تبعتنا. يعني احنا ضروري نفكر قبل بوقت انه اذا انا بدي عندي 7 ايام بالاسبوع يكون مثلا يومين منهم لحمه، يومين منهم دجاج، يومين منهم سمك، ويوم واحد نحاول ما يكون فيه لحوم، ونستعمل البقوليات او الحبوب هي كمصدر للبروتين. فهون نحن استفدنا اكثر من كل انواع الاكل، قللنا شوي من الدهون المشبعه، دخلنا الحبوب زي العدس والحمص والفول، الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الحمراء، قليل ما بنستعملها، فرصه نبدا لو ندخلها التقسيم هلا نخلي يوم بدون اي نوع من اللحوم، يوم بدون اي نوع من اللحوم سمك. بعدين يومين سمك، او ممكن نغير مثلا، ممكن يكونوا يومين ما فيهم دجاج او لحمه، نستعمل البروتين النباتي زي العدس، الحمص، مجدره بالضبط، الخضار المشكله مثلا، يومين يكون فيهم دجاج ويومين يكون فيهم لحمه ماكسيمم. هون احنا لما عم نقلل استعمال اللحمه، عم نقلل استعمال البروتين الحيواني شوي، عم نخفف من الدهون المشبعه، عم نفيد الاشخاص اللي عندهم كوليسترول، الاشخاص اللي عندهم يوريك اسيد، كمان مننوع اكثر. حتى الاطفال بيبدوا يتعودوا اكثر يستعملوا انواع جديده من الاكل، انه مش دائما متعودين لحمه، لحمه مشويه، لحمه مسلوقه، لحمه مطبوخه. هون مزبوط. عم ندخل انواع اصناف اكثر مفيده اكثر ونكهه اطيب. مزبوط. في مساله الكل بيسال عنها، البايت. هلا البايت بيصير مثلا نتسحر عليه، بيصير نرجع ناكله ثاني يوم، يعني موضوع تكرار الوجبه بالزبط. هل هو صحي او هاي كثير كثير حلوه دانا الفكره. كمان لما احنا بنخطط للمنيو تبعنا قبل بوقت كثير بيساعدنا نستفيد من الاكل البايت، لانه كثير حرام الا ما يزيد صح. وحرام كثير انه نكبه. هلا هون بيبدا ثاني يوم شو في اشياء نستعمل نعملها ثاني يوم اكثر. ننتبه مثلا للاسماك، مش دائما كثير بنقدر نستعملها ثاني يوم بالطبخ، لكن كثير اشياء انا بحاول اعملها بالسمك. اذا كنت اول يوم شاويه السمك ومش عامله فيه شيء، بحاول ثاني يوم مثلا ادخله بطبق مع رز، اعمل مثلا صياديه سمك. فهون استعملت صح. الطبق وغيرت فيه شوي كمان اكثر. في انواع من الاكل اذا زادت معنا اكثر بنقدر نستعملها ثاني يوم ونضيف مثلا طبق ثاني، يعني عشان ما يكون كل الاكل بايت. انه اذا اليوم انا عملت الرز واليخاني عادة بتبقى لتاني يوم وما بتتأثر كتير، فإذا عملت رز مثلا مع فاصوليا خضراء تاني يوم بخلي الرز فاصوليا مثلا، لكن بضيف طبق جانبي جديد أنا ممكن أجربه وبكمية أقل، علشان كمان أقدر ما يزيد عندي كمان صح. ليوم ثالث. ضروري بالأكل اللي بيزيد ننتبه كيف نضبه بالتلاجة، ما يبقى هلأ إحنا فترة الصيف عم بيصير شوب أكتر، ما يبقى الأكل المطبوخ برا التلاجة لفترة طويلة، على طول نغطيه ونسكر عليه ونضبه بالتلاجة حتى ما يخرب، ونقدر نستعمله تاني يوم بنكهة كمان ما تتغير، وكمان صحيا ما يتعرض للميكروبات والملوثات اللي موجودة. يعني ما نكب أكيد الأكل، أكيد نحاول نشكل فيه ونستفيد منه. بدنا نختم نحكي عن الحلو. هلا الكل بيحب يتحلى والكل صار يخاف من الحلويات. للأسف بشهر رمضان تكتر الحلويات المليئة بالقطر، بالزيت، بالقلي. فكيف نقسم مثلا إذا شخص بحب القطايف ياكل كل يوم قطايف؟ اكيد لا. هلا هاي واحدة من الاشياء اللي كمان بفيدنا فيها التخطيط للمنيو، انه اذا انا ما خططت للمنيو رح اضطر على طول اجيب القطايف الموجوده اكثر واسهل واتناولها كل يوم. هلا بالتخطيط للمنيو بيبقى بالتخطيط للحلو كمان نفس الشيء. فانا بخطط انه مثلا عندي 7 ايام بالاسبوع يوم بدخل حلو فيه فواكه، منها انا عم بقلل السعرات، عم بدخل فيتامينات، وما عم بدخل اشياء فيها دهون عاليه ومقليه كثير. يعني مش بس نخطط للوجبه كمان كمان ضروري اكتشل الحلويات كمان اكثر. بكره دانا رح نحكي كثير اكثر بالتفصيل عن حلويات رمضان ممتاز. بس هلا رح نحكي كمان تنويه صغير للتخطيط للمنيو. زي ما قلنا نحاول ندخل الفواكه فيها خضار، فيها الحلويات اللي فيها فواكه، نحاول اذا دخلنا القطايف ما تكون كل يوم، ونحاول زي ما قلنا ننوع بطريقه طبخها، انه تكون مشويه اكثر، مش كل يوم ندخل قطايف، نحاول ننوع بانواع الحلويات وكمياتها. اوكي بدي اشكرك اكيد رزان، دائما بتعطينا نصائح عمليه خلينا نحكي.